اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. انا عايز اقوله وعايز ابرزه ليك يا سياده الرئيس، الناس دي مش امينه على مصر. انت بتحارب الفساد، لازم الفساد اللي في الكوره يمشي. لازم. اشمعنى دول؟ في ثلاث ثورات اتعملت في مصر، اشمعنى الكوره اللي ما تعملش فيها ثوره؟ لازم. ما تقوليش بقى لا اصل قانون الرياضه الجديد، لا ده هم حموا نفسهم، ده حتى كمان من الفجر بتاعهم ان هم لغوا بند الثمان سنين هيقبضوا فيها. يا عم هاني انت عايز منها ايه؟ انت وشوبير ومجد عبد الغني واحمد مجاهد، انتوا عصابه، انتوا لازم تمشوا. لو انتوا فعلا النهارده بتحبوا مصر وهرفع لكم القبعه، قدموا استقالاتكم، يبقى انتوا في الحاله دي هطلع اتاسف لكم واقول انتوا فعلا رجاله وناس خايفه على مصر. انما هتعدي الفتره اللي جايه كده من غير لا حسيب ولا رقيب؟ اسمح لي بقى يا سياده الرئيس، احنا كده بصراحه الناس دي لا تؤتمن على مصر. الناس دي خلت رقبتنا قد كده قدام الدول الافريقيه. وهقول لحضرتك حاجه، والله العظيم ما في فرقه عليها النطاله في البطوله، والله حتى الجزائر اللي هي الجزائر. حتى الجزائر اللي هم بيقولوا عليها انا مش شايف ان هي الفرقه اللي هي ترعب ولا تخوف ولا الكلام ده. بس الناس دي يا سياده الرئيس خلت شكلنا وحش. ما نطلعش من دور ال 16. ده احنا السنه الدوره اللي فاتت احنا ما كانش معانا لعيبه وكنا بنهاجم كبر والكلام ده، وصلنا النهائي. ولو هو واخد دكه كويسه كنا خدنا البطوله دي. على الاقل وصلنا النهائي فالناس كانت ساكته وكانت بره ملعبنا وبره البلد. انما السنه دي لازم يبقى في حساب يا سياده الرئيس، حساب وحساب عسير. الناس دي خلت شكلنا وحش. فارجوك لازم محاسبه للناس دي. ولو الناس دي ما اتحاسبتش يبقى فيها كلام، يبقى الناس دي بقى بيبقى من حقهم يعملوا اي حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا المفروض ان انا ما اتكلمش والناس مفكرة ان انا مثلا فرحان او شمتان، اللهم لا شماتة، دي مصر وانا بحب مصر اكتر منكم. وانا بوجه الرسالة دي بالذات للناس اللي هي بتاعت اتحاد الكرة، انتوا عايزين من شعب مصر ايه؟ ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط؟ مش عيب لما يكون في تلاتة يمثلوا مصر سواء في المونديال او في المناسبات الافريقية والعالمية، وان هم ما يعرفوش يختاروا مدرب يحرق دمنا كل ده عشان السبوبة؟ ينفع؟ وانا قلت الكلام دوت في شهر واحد، وكان معايا كابتن مجد عبد الغني ومهيب، وترهننا وقلت له ان الراجل اللي انتوا جايبينه ده راجل عليه اواضي، راجل انا اتفرجت عليه ايام ما كان ماسك في الدوري الاسباني قليل جدا جدا جدا، وواضح اهو في التغييرات. وبرده ساعه لما كان بيلعب في التصفيات يقول لك اصل بيلعب بطريقه هجوميه، لا 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 ده غير كبر خالص. طبعا دي كلها المواقع الالكترونيه بتاعت اتحاد الكوره، الناس اللي هي الصحفيين اللي هم ما عندهمش وعي والسبوبه هي اللي بتتحكم فيهم، وهم اللي عملوا له الفرشه دي عشان ان هو يجي ويمسك منتخب زي منتخب مصر وان يحصل فينا اللي حصل ده. احنا مصريين وبنحب مصر، وانا لما بتكلم للصالح العام. انا لا عايز امسك مدرب في الاتحاد الكرة ولا مدرب في نادي، ولا انا بتكلم بما يرضي الله. الناس دي سد ودنها عن الناس المحترمه وبصه للناس بتاعه السبوبه. انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ انتوا عملتوا فلوس في كاس العالم وعملتوا فلوس في في بطوله افريقيا دي، لازم تمشوا. لو انتوا عندكم ضمير وبتحبوا البلد قدموا استقالاتكم النهارده. انا مش عيب على باقي الاتحاد، انا بعيب على الثلاثه اللي هم لعبوا كوره ومثلوا مصر في المحافل الدوليه كلها. ينفع يبقى ما عندكوش فكره؟ رايحين تجيبوا مدرب ما بيعرفش يغير، اختياراته كلها سيئه، اختياراته كلها فيها مجاملات، جايب لي واحد اسمه سلجادو عشان ان هو يبقى سمسار ويمضي اللعيبه ويوديها بره. ده منتخب مصر اللي احنا فيه النهارده ده حزن. الحزن. انا بوجه الرساله دي كمان للرئيس السيسي،
الناس دي اثرت برقبتك، الناس دي مش عارفه يعني ايه قيمه مصر، الناس دي مفروض البطوله دي عندنا مفيش هفوه، احنا ممكن نعمل احلى اداء ونخرج، بس الشعب المصري كله هيخرج يسقف لك، هو هيسقف للمنتخب وهيسقف للعيبه وهيسقف للمدرب. انا قلت الكلام ده من شهر واحد، هياته مدرب وادي دجله، مش الدوري المصري ده هو اللي فيه لعيبه مصر، هو اللي بيطلع لنا سواء اللعيبه ولا مدربين ولا دكاتره ولا اداريين، مش احنا المفروض بناخد من الدوري المصري؟ انما هم للاسف سبوبات. وهات احمد ناجي عشان بيعمل لنا ملوخيه بالجمبري، بيعمل حاجات تانية مش هقول عليها، فلازم يبقى موجود في الجهاز. اشمعنى هو اللي ما مشي؟ اشمعنى اسامه نبيل اللي يمشي من بعد كوبر ما مشي؟ متمسك بيه ليه؟ ايهاب ليه بعد ما الدنيا باظت في, في في روسيا جبته بعدها بشهرين ليه؟ انت عشان ليك حق، ما فيش لا حد بيحاسبك ولا حد بيقول لك انت بتعمل ايه ولا الكلام ده. يا عم انا بقول ايه ده؟ احنا النهارده انا طالع اتكلم، انا ما يهمنيش الاعلام ولا باقي على الاعلام ولا ليا ولا عايز الاعلام اصلا، بس انا بحب مصر، انا واحد من شعب مصر اللي هو اتطحن، اللي هو النهارده اقسم بالله السكر والضغط عالي عليا بسبب الماتش. انتوا مفكرين ان انا فرحان في مصر؟ انا حزين، انا بموت، ربنا بس يعدي النهارده وبكره عليا على خير. يا سياده الرئيس الناس دي لازم تمشي، الناس دي اثرت برقبتك، الناس دي بتعمل حاجات مش موجوده في الكوره. لو هم بيحبوا مصر يجيبوا لنا مدرب، ما انتوا بتدفعوا فلوس ومعاكم فلوس البث والمش عارف والاعلانات والشركات الراعيه وكل الكلام ده، تجيبوا لنا مدرب كويس، مش مدرب بياخد 108 يورو الله اعلم، بياخد هو ال 8 يورو وانتوا بتاخدوا ال 100 الله اعلم، جايبينه ليه؟ ما انت لو جايب مدرب محترم احنا هنرفع لك القبعه. انا بقول الكلام ده من بعد ما انا اتفرجت النهارده، انا مخنوق، انا هموت. فانا طالع، انا لا يهمني لا اعلام ولا قنوات ولا اي حاجه، برغم ان انتوا ضيعتوا عليا في الام بي سي فلوس قد كده، وضيعتوا عليا في الموقع يلا كوره فلوس قد كده، كل ده طز، كل ده طز، فدا مصر. ولما انتوا وقفتوني انا حاطط في بوقي الجزمه عشان عارف ان انتوا هتلبسوني انا الليله، فالحمد لله ان انا ما طلعتش، ووقفوني وخرجنا من البطوله. واللهم لا شماته، اللهم لا شماته، اللهم لا شماته. فانا اللي انا عايز اقوله وعايز ابرزه ليك يا سياده الرئيس، الناس دي مش امينه على مصر، انت بتحارب الفساد، لازم الفساد اللي في الكوره يمشي، لازم. اشمعنى دول؟ في ثلاث ثورات اتعملت في مصر، اشمعنى الكوره اللي ما اتعملتش فيها ثوره؟ لازم. ما تقوليش بقى لا اصل قانون الرياضه الجديد، لا ده هم حموا نفسهم، ده حتى كمان من الفجر بتاعهم ان هم لغوا بند الثمان سنين هيقبضوا فيها. يا عم هاني انت عايز منها ايه؟ انت وشوبير ومجد عبد الغني واحمد مجاهد، انتوا عصابه، انتوا عصابه، انتوا لازم تمشوا. لو انتوا فعلا النهارده بتحبوا مصر وهرفع لكم القبعه، قدموا استقالاتكم، يبقى انتوا في الحاله دي هطلع اتاسف لكم واقول انتوا فعلا رجاله، انتوا فعلا رجاله وناس خايفه على مصر. انما هتعدي الفتره اللي جايه كده من غير لا حسيب ولا رقيب؟ اسمح لي بقى يا سياده الرئيس، احنا كده بصراحه الناس دي لا تؤتمن على مصر، الناس دي خلت رقبتنا قد كده قدام الدوري الافريقي. وهقول لحضرتك حاجه، والله العظيم ما في فرقه عليها النطاله في البطوله، والله حتى الجزائر اللي هي الجزائر، حتى الجزائر اللي هم بيقولوا عليها، انا مش شايف ان هي الفرقه اللي هي ترعب ولا تخوف ولا الكلام ده. بس الناس دي يا سياده الرئيس خلت شكلنا وحش، ما نطلعش من دور ال 16. احنا السنه الدوره اللي فاتت احنا ما كانش معانا لعيبه وكنا بنهاجم كوبر والكلام ده، وصلنا النهائي، ولو هو واخد دكه كويسه كنا خدنا البطوله دي، على الاقل وصلنا النهائي، فالناس كانت ساكته وكانت بره ملعبنا وبره البلد. انما السنه دي لازم يبقى في حساب يا سياده الرئيس، حساب وحساب عسير، الناس دي خلت شكلنا وحش. فارجوك ارجوك ارجوك لازم محاسبه للناس دي، ولو الناس دي ما اتحاسبتش يبقى فيها كلام تاني يا سياده الرئيس، يبقى الناس دي بقى بيبقى من حقهم يعملوا اي حاجه. السلام عليكم.